Hello and good Wednesday, January 30th, 2008. I'm Joanne and this is Rocket Boom. Today we travel to Iraq to learn a little about the gold and jewellery trade and how life and work are changed. محل صياغة الحاسة المصاح العبد مشهورة بالصياغة الذهب وصار لها أكثر من 35 عاما. أنا اكتسبتها عن والدي الله يرحمه وأنا ضفت لها إلى المجوهرات إلى إضافة ساعات سويسرية ولا أحجار كريمة سباح أيضا سبح بها العدن الألماني الأحجار الكريمة التايجر والغواية أكثر المرجان الاونكس. زين شنو الصعوبات اللي شفتها على ما تعلمت هاي؟ يعني شغله شويه بيها شروط، مثلا يكون واحد يتمتع بالامانه اللي يشتغل بالصياغه وهي شغله متجدده بيها موديلات كثيره ويعني شويه صعوبه بيها دائما تجدد و متنوع بالموديلات والهاي. زين من يجيك اكثر من الزبائن اللي يجون؟ هل هم من المخطوبين او المتزوجين او العزاب؟ اي واحد اكثر من عندهم يجي؟ تقريبا متساويه، هم المتزوجين اعتيادي خب يجون لهذا واللي ما متزوجين هم بس يعني نسبه المشتريه 50 و50%. شو يشتهر منطقه الكاظميه بالاضافه الى الذهب تشتهر بالسبح؟ تقدر تقول لي على أشهر أنواع السبح وأغلاهن؟ أغلاهن هي المعروفة عنها الألماني، وبالدرجة الأولى الألماني المغلف، هذا يكون قديم عمرها فد 40 سنة 50 سنة، كل سباح كل ما تعتق كل ما يزيد ثمنها. وهي الأحجار بالكاظمية عندنا أشكال، وإضافة عندنا الأحجار الكريمة، عندنا المجوهرات، الألماس، الزمرد، فإذن كلها شوية ثمينة السعر. زين من تجي هنا العمة أم الولد أم البنية، أنت شنو الموقف الطريف اللي في اليوم صادفت بين هذول الاثنين؟ هاي دائما أكو فالشغلة دائما تصير عندنا. تجي أم الولد تقول طلعوا لنا شيء خفيف حتى من ما يكلفنا، وتجي أم البنية بالعكس.